لو احنا عندنا بقى تساقط في الشعر، ايه هي الفيتامينات اللي احنا لازم ناخدها عن طريق الفم مع العلاجات الموضعية لتساقط الشعر؟ الفيتامينات اللي احنا لازم نمشي عليها ومدة ما تقلش عن 3 شهور كمان، اول حاجة كبسولات مخصصة للشعر زي البنتوجار او البرفكتيل، ناخد منه كبسولة مرة واحدة بس في اليوم بعد الغداء لمدة 3 شهور، مع كمان كبسولات البيوتين، بيوتين فورت، هناخد منه برضو كبسولة واحدة مرة واحدة بس في اليوم وبعد الغداء برضو. طبعا ده لوحده مش كفاية، يعني لو انا عندي نقص في فيتامين معين في جسمي لازم برضو اعوضه، يعني لو انا مثلا عملت تحليل وطلع عندي نقص في الحديد لازم اخد معاهم كبسولات حديد وامشي على الكورس ده لمدة 3 شهور كاملين، ولو مش ملاحظ نتيجة مرضية بريح من الكورس ده شهر برجع امشي عليهم 3 شهور تانيين، طبعا الى جانب العلاجات الموضعية.